اللهم صل وسلم وانعم واكرم على المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي الله قال وسلم. فيه العشاق والمريدون تقول الصيدا يا سيد النبوة يهودي ملك نمالي معاه قوة حارس علي طفال عايز المروة محسن ظني فيك يا سيد بلال. تظل مدايح المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدب المديح واحد من أهم المعرفات بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبكثير من المواقف والعظات وأيضا السنة الفعلية والقولية نجدها موجودة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاد به عدد من المشايخ والعارفين والأئمة، وأيضا عدد من الشعراء والشباب الذين صدحوا بحبه وكتبوا الأشعار محبة فيه صلى الله عليه وسلم وتعريفا بسيرته وبالدين الإسلامي. الشباب ونشاط الشباب في تعريف سيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى التعريف خارجيا للدول غير السودانية بالتأكيد هي واحدة يمكن من الأنشطة المهمة جدا في فترات متعاقبة. وفي هذا العام والأعوام السابقة الشباب عندهم دور كبير جدا حتى في نشر الأدب النبوي، وحتى كتابة هذا النوع من الشعر الجبير يتكلم عنه الشيخ يعني القلع، إنه ما بيجي لأي زول يعني، فهي دي ملكة خاصة. ولما تكون عند الشباب يكون عندها كذلك طعم مختلف. احنا بنزعل انه يكون معنا الناشط والمتصوف حامد محمد حامد من خلال هذا الصباح يتحدث لنا عن هذه القراءات الشعرية وعن هذه الكتابات في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا سعدنا بك من خلال هذا الصباح، اهلا ومرحبا بك. انا سعيد برضه، سعيد جدا بتواجدي معاكم والاخ الصديق الاستاذ احمد والاستاذ منى. اهلا بك. الله يكرمك. مرحبا بك يا حامد في قناة الشروق. نحن هنتكلم معاك في محاور كثيرة بتخص أدب المديح وكتابة الشعر في مدح المصطفى، وبرضه حنستمتع ببعض القراءات يعني لكتاباتك في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. المديح ده دايما بيكون مرتبط بالمولد عند عامة الناس، يعني بيمشوا ميادين المولد عشان يشوفوا حلقات الذكر ويستمعوا أيضا للمديح، لكن بالنسبة للمتصوفة هو فعل دائم طول السنة، ما عنده علاقة بال 12 يوم ديل بس. المتصوفة يعني المديح النبوي هم يقرنوا المديح لأن النبي بالنسبة لهم هو السبب في الوجود. نعم. دي في الأشياء بتاعت التصوف. نعم. يعني إنه كانت الذات الإلهية قبل التكوين، يعني في حديث اللهم صل على النبي، حديث سابقة يعني أحاديث سابقة، أن كنت كنزا مخفيا لم أعرف فارت عن أعرف، فخلقت خلقا تخلقت فيهم فبي عرفوني أو فبمحمد عرفوني. يعني فيرون يعني بيشوفوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب وهو نور الوجود، يعني صلى الله عليه وسلم وهو المدد بالنسبة لهم. يعني صحيح. يلا المديح بيكون متواتر دائما عند يعني مشايخ المتصوفة. طيب انت يعني بتلاقي لقيت نفسك في كتابة هذا الشعر او هذا النوع من الشعر الرحماني، الشعر المحبب للقلوب يعني، وانت في العمر ده؟ والله انا نشأت في اسرة يعني متصوفة لي تجانية، ومن قمت يعني بسمع المدايح المديح الذكر حلقات الذكر وكده، وقريت يعني كثير من الاشعار غير الأشعار بتاعت المتصوفة، قريت الأشعار الثانية، لكن البداية كانت التأثر بالشعر ذاته بالشعر الصوفي. نعم. أمثال البوصيري والشيخ إبراهيم النياس الكولخ. نعم. هذيل أنا قريت لهم يعني، وأنا ما بديت يعني بداية كاملة كده في المديح، كتبت في أشياء تانية لكن الآن عندنا المناسبات بتاعت المولد وكده الناس بيكتبوا فيها، وكانت يعني تجربة بداية حاولت أجرب، وبعد ما عرضتها وكده نجحت يعني. مبروك الله. طب نحن عاوزين نسمع برضو يعني في الحوار ده جزء من كتاباتك في مدح المصطفى وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. طيب أنا أقرأ ما حافظ. لا لا جدا، ممكن عاد تستخدم التلفون. نعم. التكنولوجيا دي جات تصنع عشان تسهل حياة الناس. يعني. صحيح، لأنه دائما الشخص بيكون عنده يعني حاجات مهمة إذا ما سجلها مرات بتروح عليه.
فالتوثيق بالكتابة دي يمكن واحدة من المراحل المهمة جدا، خصوصا إذا كانت قراءات شعرية. تفضل. دي القصيدة كانت مجارة للوالد. هو كاتب قصيدة بيقول فيها: الحمد لله الذي برأ النسم إذ خصنا بالمصطفى بحر الكرم. فأنا قلت: أمترجم صوت الحشا قلم وفم، دعوة أمترجم صوت الحشا قلم وفم، عشق المحب من المحب المصطلم، يا مرتع الأشواق يا حوض الرضا يا منتهى الآمال يا هادي الأمم، عقلي وروحي والفؤاد وجانبي مرضى دواؤهم لقاك من السقم، الحب واجههم بمجتلد النؤى فاستبسلوا ليروك وانقطع العشم، فكأنهم وسهام حبك فيهم جند المهلهل يوم تحلاق اللمم. لم أحسن الشكوى ولكن الهوى صخب من الصمت المجمجم بالألم، يبكي ويضحك مستلذا يصطلي نار الخليل محبة لك يا قسم، فحسيس نار الحب صوت من لظى والقلب كالذهب النضار على الضرم، روحي هي السقم الملم فلم يكن جسدي لها سقما ليتحد السقم، هي ذات عين ليس يحجبها المدى لتراك فانطلقت ترى فيك الشيم، أرأتك حقا حامدا ومحمدا هل شاهدت فيك الشجاعة والكرم، أرأتك روح النور أنت محمد متخفيا في جسم نور من نجم، إذ لا تتاح لها سواها رؤية فالحد بينك والورى حجب القدم، هذا إذا قرب المزار لظافر حتى يراك وتنجلي عنه الظلم، فتعن في قمم العلاء تواضعا للناظرين وأنت في قمم القمم، أشرقت نورك وهو آخر ما رأت أحداق أهل الطرف أرباب الهمم، والشمس أنت عرفت ما لك آخر بلغته أفكار الكرام من الأمم، فالروح كيف رأتك ذاك نصيبها، فاجعل لها جسدي منيرا منسجم لأظل أعشق، فالحجاب مفارقي لا حد في بصري يحول ولا وهم، هذا رجاء الضيف ملتمس القرى يا واضح النيران في رأس العلم، ما أمكن الضيم المدائن والقرى وأتت سنون القحط بؤسا مدلهم، أنت الدعاء المستجاب إغاثة للمستغيث مصليا يرجو النعم، فالنوء بعض نداك من بجست لنا والمزن إلا حين كنت لها ديم، يا من عطاياك الحياة وبعدها ولها نداك هو الشمائل والكرم، فالسمع والإدراك والبصر الجلي من أيسر الرحمات منك على الأمم، فالنعمة المسداة شأنك في الورى وسواك أنعم ما يكون هو الصمم، والرحمة المهداة أنك والد لو لم تلد كان الورى محض العدم، لك أرفع الصلوات ذكر دائم من وامق تترى عليك بلا جزم، ما غرد الزرزور في جو السما وشد القطى سجعا وما زمر النغم، بصلاة فاتحة عليك مؤبدا وبصيغة كالدر يترى منتظم، والآل أرباب الفضائل والنهى ما دار في الحنك اللسان وقال فم، هذا حصاد الحب وحي من فمي والحمد لله الذي برأ النسم. نعم، يعني هذا النوع من الشعر اللي يعني غير من الأشعار ممكن يعني نجزم تماما انه هو بوحد قلوب كل المسلمين وبيتفقوا عليه، يعني الامه الاسلاميه والامه يعني العربيه المسلمه هي كلها بتقف عند هذا الشعر غير الاشعار الاخرى، يعني الناس بنلقى في ناس بتحب النوع ده وفي ناس لا، لكن شعر المصطفى ومدح المصطفى بيوحد قلوب كل وجدان كل الناس. فبيبقى هو لوحه وجدانيه لكل محبيه ومريديه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشعر ده ذاته في المجتمع عنده دور اجتماعي ممكن يكون تثقيفي تعريفي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يعني انتم كشباب برضو قدرتوا تعملوا على هذا الدور الاجتماعي سواء كان داخل السودان او خارج السودان؟ طبعا الشباب دائما بيحبوا الحاجه اللي بتكون فيها يعني افكار جديده وكده، الشعر كان عند المشايخ دائما يعني
المتأخرين أكثر من المتقدمين، يعني هو بنزل الأفكار اللي هم عايزين، الأفكار الدينية. ويعني برضو الشباب الدور اللي أدوا إنهم يعني قدروا يوصلوا المعلومات الدينية بأفكار مواكبة بتقدر يعني تتماشى مع إرادة الشباب. يعني مثلا هي الحاجة دي اتخذوها من قبل، كانت يعني حاصلة بالذات في الشعر الصوفي، مثلا الحلاج وابن الفارض، تأية ابن الفارض مثلا، الشعر بيكون هو بخاطب محبوبة ولا كده، وفي نفس الوقت هو بخدم يعني غرضه، اللي هو داير الغرض مثلا في اللي بيكون هو في الحب الإلهي، لكن على يعني رداء تاني مثلا، على شكل مختلف، أو في بعض الترميز وكده. الأشياء اللي قام بها الشباب في خارجا يعني هي ما خدمت أغراض الشعر والمدح، بس هي كانت يعني الجولات كانت دعوية، لأنه الناس يعني برا في الخارج أصلا في امتداد للقبائل الروح بالذات، الدول اللي استهدفتوها، الدول اللي استهدفت عن رحلتكم للتشاد، للتشاد. يلا شنو الناس شوية برا يعني بيكونوا بعيدين عن المدينة، وهم الحاجة اللي بتجمعهم الوحيدة الكلام يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني النقلة اللي كانت حاصلة، التوعية يعني ينقل لهم المدنية، أثر المدنية وكده في عندهم هم. يعني هناك مثلا الغرض الأساسي اللي من ضمن الأغراض خدمات الرحلة، إنه مثلا في العادات المجتمعية، مثلا بعض العادات السالبة في معاملة النساء وكده والحاجات دي، غيروا في مفاهيمهم. يعني من ضمن الحياة إنه بيربطوا لهم الحاجات دي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة اللي هو سناها وكده. كيف كانت كغدوة؟ لأنه ما ذكرت إنه أهلنا الروح هذول هم بعيدين شوية عن المدينة، فبالتالي المعرفة قد تكون مواعين المعرفة بالنسبة لهم شوية ما متاحة. نحن سعيدة جدا بالحوار معك في الفقرة دي، وأيضا بما قدمت لنا من أشعار. شكرا حامد محمد حامد، كثر خيرك. الله يبارك. شكرا جزيلا كل متابعينا.